هاي إيفريوان، رح فرجيكم بهيدا الفيديو كيف عملت هيدا الميك اب بثلاثة برودكتس بس. أول برودكت هو ستيك بلاش من بالاديو، مش بس هو بلاش، رح نستعمله كآي شادو وليبستيك وكونتورينج فور فيس. وثاني برودكت هو الانفاليبل 24 hours كونسيلر من لوريال باري، رح نستعمله ككونسيلر ونفتح شوي الكورنر بالعين. الكونسيلر متعدد الاستخدامات، فيكن تكونوا عم تستخدموه على منطقة الجبين وحتى الدقن لتعطوا شوية هايلايت عليه. هلا رح نبلش ندمج البرودكت. لندمج البلاش اللي حاطينه على العين اكيد رح نستعمل برش اخر. لندمج الكونسيلر يفضل انه تستعملوا براش بهالحجم. رح زيد بعد شوي من البلاش لخلي الاي شادو يبين سترونج اكثر. نعمل بلندنج منيح على كل الجفن ومنخلي هيدي المنطقة اللي حطينا عليها الكونسيلر افتح شوي. رح نستعمل لاش كلاش ماسكارا من ايف سان لوران، مش بس كماسكارا رح نرسم كمان اي لاينر. رح ناخد بهيدي البراش مثل ما شايفين في مشطوبة من الماسكارا دايركت ونطبق الاي لاينر. وفاينلي صار وقت نعطي فوليوم وطول لرموشنا. لو هيدا اللوك ان شاء الله تكونوا حبيتوه. عملنا ميك اب كتير ناتشرال كأنكم منكن حاطين شي بـ3 برودكتس بس، وكتير مناسب هلا لوقت الصيف. باي.